معايا حضرتك؟ تمام. اكيد اكيد في وسط المهام اللي حضرتك بتقوم بيها كمراسل حربي اكيد واجهتك صعوبات ومواقف خطره كتير جدا. صعوبات؟ يبقى عايزين نعرف بقى. هو حضرتك انا اول ما اطلع من بيتنا على نيه ان انا رايح الجبهه في صعوبات، في شهاده اساسا، تعرف نعرف بس بقى كده ترتيب الصعوبات بيبدا ازاي وبينتهي عند ايه. لا ما هنا هنا محتاجه توضيحه. اتفضل. هاخد التوضيحه بالنسبه للمقاتل. اتفضل. قومندان او جندي ما تفرقش. نعم. طالع العمليات، الكومندان ده له بيت وله حياة وله صداقات وله علاقات اجتماعية أكيد. وله طموحات. الكلام ده كله بيسيبه ورا ظهره. عظيم. وبيبقى المقاتل اللي بيركز في حرفة القتال. أما الأسرة والتاريخ والطموح وامبارح والنهاردة وبكرة ومين مديون ليا بكام ومين هشوفه بعد بكرة وكده طيب. والنادي والشلة لا 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 كل ده بيبقى بنساه الناحية التانية. حضراتكم لكم خبرة بالفتوة أو بالتدريبات العسكرية؟ يعني بنشوفها كده في الاحتفالات. بنشوفها في الاحتفالات. يجيبوا العسكري ويقعدوا يقول له صفى انتباه. تمام. صفى انتباه يفتح رجله كده ويضمها كده. تمام. طبعا كلنا عارفين ده. كلك عارف ده. ايوه. طب بيقول له صفى انتباه ليه؟ طب ما حفظ صفى انتباه يفتح رجله ويضم رجله. تمام. وليه بيقولها له كل يوم وعلى مدار الساعه صفى انتباه صفى انتباه صفى انتباه ليه حضرتك؟ علشان لما يجي يقول له تقدم او اهجم يستجيب من النخاع الشوكي اللي هو رد الفعل المنعكس الشرطي، ما يوصلش الامر لدماغه. نعم. ما يفكرش. فبدل يقول له صفى انتباه زي كلاب تجربه كلاب بافلوف. نعم نعم. يقول له صفى انتباه لغايه لما يبدا ينفذ آلي من غير الامر ما يوصل للعقل. نعم. لان لو وصل للعقل ما يبقاش مقاتل، فهو لازم ينفذ الامر من غير ما يمر على العقل. فهمت. يعني بيخليه مقاتل آلي. ايوه. صفى انتباه دي بتحول البني ادم من مفكر الى الاستجابه من النخاع الشوكي اللي هو اسمه رد الفعل المنعكس الشرطي. حلو قوي المعلومه دي كمان. استاذ عبده بعد اذن سيادتك، بناء على ايه اختاروا سيادتك انك تبقى مراسل حرب في 73؟ لا 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 ده هنا تاريخ طويل. هنا تاريخ طويل ومخالف للناموس. طب بما طيب ان هو تاريخ طويل يعني بلاش الموضوع ده. لا لا استناني اقول الله وضح حضرتك يعني هتحط السؤال. لا لا انا عايز لي استاذنك اصل هنا وقتنا قصير، عايز اعرف اكتر معلومات اكتر واكتر عن حضرتك والانجاز اللي عملته. حضرتك بقى ما ينفعش الدقايق. طب ما اعمل ايه بس صدقني مين اللي حضرتك عاوز تعرف فيلم تسجيل ما ينفعش الدقايق فيلم انما انا عاوز تسال عن ايه. طيب اديني السؤال واديك الاجابه عليه. حضرتك وانت بتروح الصفوف الاماميه او بتمشي عشان تنتقل من المواقع المختلفه في اثناء الحرب، هل الجيش بيوفر لك مثلا امكانيه ده؟ هل الجيش مرنك على بشكل او باخر على تفادي اي مشكله في عوامل الامان مع حضرتك؟ على يعني نفسي اتخيل الموقف. يعني لما بطلب وسيله انتقال. تمام. انا بطلب وسيله انتقال من الناس اللي انا عندهم. اتفضل. لان الشؤون المعنويه مش هتديني عربيه او دبابه. نعم. اللي هي الدقاقه دي. أيوه. عشان اوصل للحد الامامي مش تبعتها معايا. كويس. فلازم تكون انت موجود في الموقع ده وبتطلب الطلب ده فيتم الاستجابه ليك في حدود الامكانيات. حلو قوي. انما محدش بيوفر لك غير وجودك في الموقع. وجودك في الموقع وعلاقتك الوثيقه بيهم. نعم. وفي نفس الوقت هم عارفين انك انت مش هتهاق يعني ايه مش هترتجف. نعم. لانك انت حياتك مسؤوليه عندهم دلوقتي. صحيح. فلما يحس بالامان ان هو مش هترتجف وانت بتتجه للحدود الحد الامامي للقوات. نعم. بيثق ويديك وسيله انتقال. عظيم. انما مين يدرب مين؟ ده المراسل الحربي ده والمحرر العسكري نبت شيطاني. عارف نبت شيطاني يعني ايه؟ يعني هو اللي بيطلع وهو اللي بيختار وهو اللي بيدرب نفسه. نعم. يعني ما كانش هو يدرب نفسه مش هلاقي حد يدربه. نعم. لان مين هيدربه؟ ما اللي دربه ما اشتغلش مراسل حربي. يعني هفترض ان هم عملوا مدرسه لتدريب المحررين العسكريين والمرسلين الحربيين، مين يدرب اذا ما كانش هو اشتغل؟ نعم.
يعني مين هيدربني كمراسل حربي أكيد اذا ما كانش هو اشتغل مراسل حربي؟ طب هو ما اشتغلش مراسل حربي هيدربني؟ لا هو هيدربه على انه مثلا بينتقل في في, في اثناء حرب يعني. أيوة انه ممكن مين يدرب مين؟ ما هو المدرب مش موجود. يبقى النهارده المراسل الحربي هو اللي بيدرب نفسه وقت المعركه. اي مراسل حربي في مصر مش في العالم هو نبت شيطاني. هو طلع هوى يعني وقع في هوى التخصص ده فبدا يعد نفسه. هو وقع في هوى بلده الاول وبعدين وقع في هوى هو ما كانش التخصص ده تمام يلبي الانا الاعلى او الضمير نعم والمشاعر الوطنيه مش هيختاره. عظيم. لان هو التركيبه بتاعه المحرر العسكري غير اللي بيتخصص في انواع الحياه المدنيه كتير من الرياضه للفن للاقتصاد دي كلها مسائل مكتبيه وحرفجيه هنا في الداخل. انما اللي عاوز يشتغل مراسل حربي ده كتب على نفسه الشقاء مش بالتأكيد. هيختار الشقاء اللي اذا كان واقع في هوى البلد اساسا. عظيم. بالتأكيد. مر دلوقتي على الحرب 38 سنة، هل في اتصالات مع قيادات كانت موجودة في الجيش اللي ما زالوا على قيد الحياة الى الان؟ رفقة الحرب او صداقة الحرب او زمالة الحرب نوع راقي جدا من الزمالة أكيد. والصداقة والعلاقة الانسانية أكيد. ليه؟ لان كنتوا الاثنين او انتوا الثلاثة او انتوا العشرة عرقتم الدراما الإنسانية. هي الحرب إيه؟ دراما إنسانية في قمة الخطر. نعم. فالعلاقات في الحتة دي بالتحديد علاقات نقية وشفافة وجميلة. فاللي بيرتبط بزمالة أو بصداقة أو بعلاقة مع مقاتل بتظل العلاقة وثيقة طالما الحياة مستمرة. عظيم. إلى أن يرحل الراحلون. نعم. ويبقى الباقون في انتظار الرحيل. استاذ عبد الله استاذ عبدو سؤال سريع جدا لانه الفقره انتهت والمخرج بيقول لي بسرعه لازم اقفل. هل المراسل بيبقى معاه مصورين؟ مصورين مصورين مصور برضه حربي، مصور مراسل حربي، لانه اللي احنا بنشوفه في السينما ده يعتبر اجتهاد من المخرج. لا ما هو برضه المصور بيبقى جزء من اعدادي. عظيم. تمام. المراسل الحربي الأستاذ عبدو مباشر والكاتب طبعا كمان أستاذ عبدو، شكرا جزيلا لحضرتك يا فندم نورتنا. أنا بشكركم ولينا الشرف أن احنا قعدنا مع حضرتك. أنا بشكركم، كل سنة طيبين والمشاهدين كلهم طيبين وبلدنا طيبة. شكرا يا رب. يا رب شكرا. إن شاء الله. مشاهدين هنروح للفاصل ونرجع مرة تانية مع أشرف وفقرة السمنة.